تعلمون إحدى القصص للدكتور الفرنسي مورس بوكاي. هذا الدكتور طبعا تأثر بزيارته لمصر عندما رأى جثة فرعون، فحسب أنه اكتشف اكتشافا رائعا بأن هذا الفرعون قد غرق، لكن سرعان ما ابتدره المسلمون الذين كانوا معه بأن هذه معلومة مضى عليها ردحا من الزمن، فنحن منذ أكثر من 1400 عام نعلم هذه المعلومة. هذا أثر في الدكتور، هذا طبيب، هو طبيب، قيل طبيب جراح. طبعا هذا الطبيب بهذا التأثر قرر أن يعرف من أين عرف هؤلاء هذا الأمر، قال لابد أن أدرس ثقافة المسلمين. طبعا الثقافة، وإن كنا قد عزفنا عن ثقافتنا نحن في الأغلب إلا من رحم ربك، ثقافتنا في لغتنا، ولغتنا عزنا، إذ اللغة العربية كانت لغة العرب أنفسهم، وعندما نزل القرآن بها وصارت وعاء له صارت لغة كل مسلم. وكم من غير العرب من افتخروا بهذه اللغة. الإمام الزمخشري يقول الله أحمد أن جعلني من علماء اللغة العربية، وغيرهم من رؤساء مسلمين غير عرب يقال لهم لماذا لا تتحدثون بلغتكم الأم، فيقولون أو يحسن بمن يحسن اللغة العربية أن يتحدث بغيرها، هذا ما عربي. احنا بعدنا عن ذلك. عموما هذا الطبيب أراد أن يدرس ثقافة المسلمين ويتعمق في لغتهم ليعرف كيف عرفوا هذه الأشياء، فجاءه من قال له عليك بدراسة المعلقات. أنتم تعلمون أن المعلقات كانت عيون الشعر العربي، فقيل سميت المعلقات لأنها علقت على أستار الكعبة رفعا لمكانتها، وقيل لأنها تعلق بالأذهان بسهولة ويسر لجزالة ألفاظها. عموما ما ابتلأ الطبيب في قراءة المعلقات إلا وآت يأتيه ويقول له إن المعلقات قد مضى زمنها. فهناك شيء يعتمده المسلمون هو أصل لهذه اللغة وهي وعاء له، هو القرآن الكريم. فأخذ في دراسة القرآن الكريم، ثم بعدما تعمق في بعض معانيه واطلع على بعض ما فيه قال مقولته المعروفة: إنه بمثابة ندوة علمية للعلماء ومعجم لغة للغويين ومعلم نحو لمن أراد تقويم لسانه ودائرة معارف للشرائع والقوانين، وكل كتاب سماوي جاء قبله لا يساوي أدنى سورة من سوره في حسن المعاني وانسجام الألفاظ. ومن أجل ذلك نرى رجال الطبقة الراقية في الأمة الإسلامية يزدادون تمسكا بهذا الكتاب
واقتباسا من آياته، يزينون بها كلامهم ويبنون عليها آراءهم، كلما ازدادوا نباهة في الفكر ورفعة في القدر. طبعا هذا الطبيب في الثمانينات ألف كتابا، والكتاب موجود عندنا، أسماء ذاك الوقت أول ما صدر التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، هذا الاسم حور الاسم الآن قليلا، والكتاب موجود. وطبعا الطبيب هذا أسلم كما سمعتم، حتى ذكره سماحة الشيخ حفظه الله في بعض محاضراته. عموما نحن عندما نسمع بهذه القصص ونجد أن إنسانا لم يكن على الإسلام ويكرع على حياض القرآن فيستنتج ويستنبط منه هذه الأفكار العجيبة ويقول هذه الكلمات الجزلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أما آن لنا نحن أن نفتش في غضون هذا الدستور العظيم المبارك وأن نستخرج مكنوناته لتسعفنا لنسير على منهجه القويم.